قعد كم سنين طويله. لا الموضوع مش يعني فعلا زي ما كانت علاء قال، مش هتحس بيه غير لما تكون عشت اللحظه دي. صح. في ناس تقعد تتكلم قدامهم عن النادي الاهلي يقول لك ما تقفرش يعني، ما تزودش الموضوع، انتوا مزودينها قوي. لا مش انت مش هتفهم. ايوه انا مش هزود، انا مش مزودها، بس انت اللي مش فاهم. انت مش فاهم ان انت في حته مختلفه، مكان مختلف. الاجواء اللي موجوده النهارده جزء كبير منها مش هقول كنا مفتقدين، ان احنا اللقطه دي ما اتكررتش كتير بقى لها فتره، انك يبقى في احتفال بالدرع وانك تاخد حقك. مزبوط. انك تاخد حقك، ده جزء، ده حقك. وحاجه تانية كمان يا سلام لو في جمهور بقى كمان. يعني كانت بقى تبقى جميلة. تبقى الشكل الجميل الكامل. ففي حاجات كتير جدا مش ما ينفعش تشتريها. الحاجات دي هي اللحظات دي. اعتقد كل اللعيبه اللي مشيت بمزاجها او غصب عنها نفسها تبقى موجوده، حتى لو ماشي بمزاجه، حتى لو كان في مقابل افضل. من هو حاسس ان المقابل افضل من انه يبقى عنده بطولات وكده، لا هتلاقيه بيفكر 100 مره. صح. حتى لو هو معاه ملايين الدنيا كلها وفلوس كتير جدا، ربنا يزيد كل الناس، بس في لقطه بتجيلك، لا انا. صح. يعني ليه انا عملت كده؟ صح. اللقطه دي هتيجي. صح. ممكن ما تجيش دلوقتي عشان انت شايف ان الامور كويسه. لا بس خلي بالك، بس هتيجي اللقطه دي مش ممكن ينسوها. لا مش هيتنسي طبعا، يعني لما يروح نادي تاني مش لا. ممكن ينساها. لا مش هيقدر ينساها. وخد بالك في حاجات كده، وهي عايز بلفظ بلدي كده، الحاجات وهي سخنه ما بتحسش بحاجه. لما بتبرد بقى الامور بتهدى خالص. كل حاجه بتبدا ترجع بقى ايه بشكل تاني، وتقدر تقول انا ازاي عملت كده. انا مش عايز اقول حاجات بعينها، بس فعلا في لقطات انت لا احنا تدفع عادي فيها احنا فلوس. لا بص احنا فلوس بنتكلم عادي، احنا بنتكلم عادي. أيوة احنا خلاص الموسم انتهى طبعا، وبنتكلم على كان ده حصاد الموسم يعني. طبعا والموسم بينتهي كل مره. النادي الاهلي فيه نقطه ما حدش بياخد باله منها الا اللي جوه المكان فعلا. يحصل مهما يحصل، النادي الاهلي محافظ في حته كده، محافظ عليها. يعني النهارده فتحي ماشي بيتكرم. صح. لو فايلر ماشي وما عندوش بيتكرم. بومفري ماشي بيتكرم. مش عارف مين ماشي بيتكرم. مزبوط. كل واحد بيتكرم، ما بتمشيش حد تقول له انت بترميهوش، انت هو بيحافظ عليك لغايه اخر وقت، الا لو انت مش عايز. ايوه. النادي الاهلي عمره ما عمل اي لقطه مع اي حد، ممكن يكون استغنى عن لعيب، استغنى عن نجوم مصر. ايوه. بس في الاول وفي الاخر هم ولاده. صح. منهم كابتن علاء. صح؟ صح. مش كابتن علاء مشي في يوم من الايام؟ صح. راح فين في الاخر؟ رجع النادي الاهلي. رجع بيته. مزبوط. ومشي يعني عادي. الناس كلها علاء ميهوب كان يعني نجم كبير. اول جون جابه في مع اتحاد اسكندريه مع الاولمبي. مع الاولمبي. مع الاولمبي في الاهلي. لقيت دموع. دي حقيقه. غيروا خلينا في الدوري، خلينا في الدوري. لا 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 في حاجات كتير حلوه، في حاجات مش هتفهمها غير لما غير بعدين طبعا. صح. الفرحه دي حاجات مش يعني حاجات حلوه، واتمنى ان الموقف ده يتكرر كتير، لان احنا ده حق للنادي الاهلي. النادي الاهلي حقه ان يبقى عنده احتفاليه زي دي، وحقه ان هو يتبسط. والفرحه دي خد بالك فرحه متاخره. الفرحه دي المفروض تتكرر كل سنه، كل ما بتاخد حاجه ما تبخسش حقي ان انا بفرح. لا ده حقي، انا بتعب فلازم افرح. أيوة. ولازم الناس تشوفني وانا بفرح. مزبوط. ودي لقطه، انا شايف ان دي لقطه السيزون، ان السنه دي كان فيها صعوبات كتير جدا جدا على كل المستويات، على مستويات الانتقالات وعلى مستويات الحرب النفسيه في اوقات مختلفه، اوقات مختلفه. اصابات وبشكل ايه؟ والاصابات واصابات وكل حاجه، بس اكثرها الحرب النفسيه اللي كانت واضحه، كانت واضحه للجميع. صح. اللي كانت على فترات متباعده وبطرق ممنهجه بشكل واضح. عايز اتكلم في حاجه بخصوص الجماهير زي ما انت قلت يعني. بالرغم من غياب الجماهير، انما اكيد كان في الحصول على هذا الدوري. طبعا طبعا الجمهور، خد بالك اللعيبه، كل معظم اللعيبه يقول لك انا السوشيال ميديا. هو في جمهور في السوشيال ميديا برضه، ما ينفعش نغفله. طبعا. خلينا نتفق ان احنا الدنيا بتتغير خالص. طبعا. يعني طبعا مفيش جمهور في المدرجات، لكن في جمهور في السوشيال ميديا. صح. في جمهور، وكل واحد في حتى الناس اللي في الاستوديو دي ليها جمهور على السوشيال ميديا، ناس بتحبها وناس. مزبوط. فليك جمهور. فانت مش زي زمان لازم المدرجات بس. ففي حاجات تعوضت طبعا، جمهور في الاستاد مش هيتعوض، ولكن جمهور طبعا الاهلي موجود وبيوصل صوته في كل المستوى، على كل مستويات، الناس الكبيره والصغيره والشباب والاطفال الصغيرين، كل واحد بيوصل المعلومه وبيوصل حاجه. دلوقتي في ولاد صغيرين في الاكاديميات وفي الانديه الصغيره بيعملوا حركه مؤمن دي. أيوة. هو دي جايه الناس دي ايه؟ ما الناس دي برده بتحب حاجه، وشافت لقطه كويسه قدامها بتحاول تقلدها، فدي حاجه حلوه. اكتر واحد بهديله الدرع هو مؤمن يعني، ربنا يشفيه ويعافيه. يعني حاجه من عند ربنا كبيره جدا. يمكن لو مؤمن وهو سليم ما كانش